حمدا يليق بالجلال والكمال والعظمة والجبروت، حمدا ملء السماوات والأرض وما بينهما، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من قال له ربه في القرآن: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صلاة وسلاما على من قال له ربه في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذه الأمسية التي جاءت فيها إذاعة القرآن الكريم لافتتاح هذا المسجد المبارك، مسجد الوكيل بقرية كفر بني غريان، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. وقد دعا إلى هذه الأمسية أبناء الحاج عبد الجواد الوكيل، وعنهم الأستاذ عبد الحكيم الوكيل. ويحضر معنا هذه الأمسية الأستاذ عصمت زايد، عضو مجلس النواب. أيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. وما أجمل أن نستمع إلى القرآن بصوت شجي نقي ينقل إليك معاني القرآن بتجرد وخشوع. القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فإذا
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي السلام.
يا رب. حضرتك طوالي يا رب. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. فمن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
الحج وما تفعلوا من خير أفاق
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
طلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقوله بشر. هو الذي إن سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة الطيبة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك في مستهل هذه الأمسية التي نقدمها لحضرات